السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. نكمل دروس مادة اللغة الإنجليزية للصف الخامس ابتدائي. وصلنا اليونت 1 لسن 6، يونت الأول الدرس السادس. راح نقرأ صفحة 16 وصفحة 17. هذه القطع، قطع جاك وقطع تانفي، هذه قطع مهمة للامتحان الإصغاء وكذلك بالامتحان التحريري، لازم نقرأها ونعرف الترجمة مالتها ونحفظ المعلومات الموجودة بها. My magazine يعني مجلتي، country information file يعني ملف المعلومات حول البلد، read and write the names of the places under the photos يعني اقرأ واكتب الاسم المكان اللي تحت الصور. هذه الصور راح نكتب اسماء هذه الاماكن من خلال قراءة هذه القطعة اللي هو قطعة جاك. Hello, my name is Jake and I'm English. مرحبا، اسمي جاك and أنا إنجليزي. إنجليزي يعني جنسيته إنجليزية. England is in Europe يعني إنجلترا في أوروبا، تقع إنجلترا في أوروبا، في قارة أوروبا. صار واضح؟ Hello, my name is Jake and I'm English. England is in Europe. I live in London. I live in London. أنا أعيش في لندن. أنا أعيش في لندن. London is the capital of England. لندن هي عاصمة England. Capital يعني عاصمة. London. London is the capital of England. There are lots of interesting places to see. هناك الكثير من الأماكن الممتعة يمكنك أن تراها. صار واضح؟ Look at my photos. انظر إلى صوري. انظر إلى صوري، هذه الصور. My favorite is the London Eye. It is a very big wheel. يعني الأماكن المفضلة هي لندن آي، يعني عين لندن. لندن آي يعني عين لندن. هذه هي عين لندن، هي عجلة كبيرة جدا، عجلة كبيرة جدا، احنا نسميها ديلاب الهواء. يعني نكتب لندن آي يعني عين لندن. My favorite is the London Eye. It is very big wheel. This photo is of a bridge called Tower Bridge. It is very old. يعني هذه صورة جسر البرج. هذه صورة جسر البرج، إنه قديم جدا. It is very old. Very old يعني قديم جدا. طبعا هذه الصفات، صفات هذه الأماكن لازمهم نعرفها. إنه لندن آي شبيهة كبيرة، كبير جدا. Big wheel. هنا عندنا الجسر، جسر البرج. Very old يعني قديم جدا. صار واضح؟ This photo is of a bridge called Tower Bridge. It is very old. This photo is of the palace where the queen lives. Palace يعني شنو؟ يعني القصر. القصر حيث تعيش الملكة. تعيش الملكة. Queen lives يعني عيش الملكة أو تعيش به الملكة. Queen يعني الملكة. صار واضح؟ هذا القصر. إننا نقول palace يعني القصر. القصر. This photo is of the palace where the queen lives. صار واضح؟ هذه كتبنا هنا، عندنا هذه الأماكن كتبنا أسماءهم. هذه القطعة نقرأها ونحفظ المعلومات اللي بيها. شلون تجي مثلا بالامتحان؟ تجي أما صح وخطأ، أو مثلا هنا يعطينا اختيارات. مثلا يقول على جنسية جاك، شنو جنسيته؟ مثلا نقول جنسيته، يعطينا اختيارات. مثلا نقول انجليش اور مثلا فرنش، يعني هو انجليزي او فرنسي، فنعرف انه جنسيته هو انجليزي فنقول انجليش. زين، نعرف انه عاصمة انجلترا هي لندن، هذه قد تجينا اختيارات. لندن العفو انجلترا اين تقع؟ تقع في اوروب، يعني في قارة اوروبا. صار واضح؟ وكذلك صفات هذه الأماكن لازم نحفظها، تجي على شكل فراغات أو تجي على شكل صح وخطأ. هنا كذلك القطعة هي قطعة تانفي اللي هي من الهند. تانفي الفتاة اللي من الهند. My name is Tanvi. I live in Mumbai. يعني اسمي تانفي، أعيش في مومباي. مومباي
هذه المدينة اللي هي مومباي. It is the biggest city. يعني هي أكبر مدينة. هي المدينة الأكبر في الهند. صار واضح؟ But the capital of India is New Delhi. لكن عاصمة إنديا هي نيو دلهي. يعني عاصمة الهند هي نيو دلهي. بس أكبر مدينة في الهند هي مومباي. لازم نفرق بيناتهم. تيجي اختيارات أو تيجي صح الخطأ. الأكبر مدينة هي مومباي. لكن العاصمة هي نيو دلهي. This is a photo of the famous Minaret of Kutub in Delhi. يعني هذه الصورة المنارة المشهورة في نيو دلهي. هي منارة قطب. منوريت قطب يعني منوريت كتب يعني منارة قطب اللي هي في نيو دلهي. In the photo you can see me at school with my best friend. يعني هذه الصورة تستطيع رؤيتها صورتي مع في المدرسة مع صديقتي المفضلة In the photo, you can see me at school with my best friend. Her name is Raya. اسمها ريا. She is on the right. هي على اليمين. الصورة هذه هي ريا وهذه تانفي. This photo is the beautiful Taj Mahal. وهذه الصورة الجميلة لتاج محل. I took this photo. You can see my mom and my little sister in the photo. هنا تستطيع رؤية أمي مع أختي الصغيرة في الصورة. الجميلة اللي هي في تاج محل. صار واضح؟ أعيد قراءتها. My name is Tanvi. I live in Mumbai. It is the biggest city, but the capital of India is New Delhi. This is a photo of the famous Minaret of Kutub in Delhi. In the photo, you can see me at school with my best friend. Her name is Raya. She is on the right. This photo is the beautiful Taj Mahal. I took this photo. You can see my mom and my little sister in the photo. هذه هنا كتبنا أماكن هذه الأسماء هذه الأماكن منوريت كتب وهنا عندنا مومباي اللي هي أكبر مدينة في الهند وهنا عندنا تانفي أندريا تانفي مع صديقتها ريا صديقتها المفضلة وهنا عندنا هذه الصورة اللي هي تاج محل اللي هي المكان الجميل في الهند. في قطعة تانفي لازم نميز بين الأكبر مدينة بالهند وكذلك عاصمة الهند لازم نميز بيناتهم. عندنا هذه هي الأسئلة اللي تخص قطعة جاك وقطعة تانفي. هنا عندنا صح وخطأ. Number one, Jack is French. يعني جاك هو فرنسي. هنا نقول خطأ. نخلي صح على النو. خطأ ليش؟ لأن هو مو فرنسي. هو إنجليش. هو إنجليزي. The capital of India is Mumbai. يعني العاصمة الهند هي مومباي. هنا نقول خطأ. ليش؟ لأن عاصمة الهند هي نيو دلهي. Number three, the London Eye is a big wheel. يعني عين لندن هي عجلة كبيرة. هنا نقول صح. Number four, the Taj Mahal is a famous in London. هنا نقول خطأ. لأن هنا يقول تاج محل هو قصر في لندن. هنا نقول خطأ لأن هو مكان مشهور في إنديا في الهند. Tanvi is Indian. يعني Tanvi هي هندية. هنا نقول صح. ريا is Tanvi best friend. يعني ريا هي صديقة المفضلة لتانفي. هنا نقول صح. Mumbai is bigger than New Delhi. يعني Mumbai هي الأكبر من New Delhi. هنا نقول صح. Tower Bridge isn't very old. هنا نلاحظوا هذه الجملة. يقول جسر البرج هو ليس قديم. جدا. isn't هنا عندنا نفي. isn't ما يقول is لا قال isn't. فهنا نقول خطأ. ليش؟ لأن تاور برج هو is very old. هو كبير جدا. صار واضح؟ هنا isn't من يقول isn't يعني ينفيها. يعني هو يقول ليس قديم جدا. فهنا نقول خطأ. هذه بالنسبة للأسئلة المتعلقة بقطعة جاك وقطعة تانبي. وبالتوفيق إن شاء الله. مع السلامة.